السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ ايوا نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غنشارك معكم الوصفة ديال هاد لينيم اللي كيجيو بحال لي سيغار ديالنا حنا، كيجيو معمرين بواحد الحشوة مالحين يعني مملحات اللي نقدروا نديروهم في مائدة الافطار ديال شهر رمضان، واللي كيجيو من لا كويزين ازياتيك. وان شاء الله غادي نشارك معكم الوصفه والطريقه اللي صاوبت بهم هاد المملحات. وقبل ما نمشي وما تنساوش ديروا اشتراك في القناه ولايك الفيديو، ونمشي على بركه الله. فغنحتاجوا واحد البصله متوسطه بحال هادي، واحد خيزويا، عندنا كذلك الصوجة. ملي كنقولوا لا كويزين ازياتيك يعني الصوجة كتكون حاضرة. وعندنا لي شامبينيون نوار، عندي هنايا واحد لا فيرميسيل دو شين، هادي ديال الرز، واحد شوية د الملحة والبزار. فهادو هما الحاجات اللي غنحتاجو، وكذلك واحد الكمية ديال الكروفيت وكمية ديال الكفتة. فأنا غندير جوج حشوات، ويمكن لك تكتفي بوحدة فيهم ولا تبدليهم بالدجاج، حتى بالدجاج كيجيو زوينين. فانا غادي ندير هنا جوج الحشوات، وحده السمك ووحده الكفته. وغنحتاجو كذلك الورقه ديال البسطيله. هذه خزوية غادي نطحنوها، خاصها تجي رقيقه ولا حكايه بديك الحكاكه الرقيقه. والبصله كذلك، هما هادو هنا حكيت هذيك الخزوية طحنتها، وديك البصيله والشعريه هذه لا فيرميسيل درت لها الماء سخون كما كتعرفوا كنرطبوها في الماء سخون. ولي شامبينيو حتى هما كيحتاجوا نرطبوهم، قطعتهم رقيقه يعني ديك الشعريه من بعد ما كتخرجيها من الماء كتقطعها صغيره. وكذلك حتى لي شامبينيو غادي نقطعهم رقاقين. فهاد الوصفه كنحتاجوا فيها كل شيء يكون مقطع صغير على هذا الشكل، غادي نقطعهم يكونوا رقيقين. فهاد هي الحشوه ديالنا، غادي نقسمها على جوج كيما قلت لكم. غادي ندير النص بلي كروفيت، والنص غندير فيه الكفته، فهي نفس الحشوه غير غنقسمها على جوج. غادي ندير جوج ديال الشكيلات، نص بالكروفيت والنص غادي نديرو بالكفته. والكميه يعني كتكون قليله ديال لي كروفيت ولا ديال الكفته على حساب شحال غديري. المهم هنايا عندي شي 200 غرام ديال الكفته، ولي كروفيت كذلك. هنا نحتاج هاد لي كروفيت خصني نقطعهم مازال رقاقين حتى هما. كما قلنا حنا في هاد الوصفه كلشي خصو يجي مقطع صغير، غنقطعهم ديك لي كروفيت حتى هما. وكيمكن لك ديري الدجاج حتى هو كيجي زوين في هاد لينيم. هنا غادي نقطع لي كروفيت، غادي نزيد لها واحد البيضه وصافي. هادشي اللي فيها كتجي لذيذه في المذاق ديالها. هنا بعد ملحه والبزار غنزيدو واحد البيضه، وغنزيد هنا جوج معلقات ديال الصوجة. والملحه تكون قليله اللي كما كنعرفوا ان الصوجة مالحه، فواحد طريقه ديال الملحه قليله باش ما يجيش هادشي مالح. وصافي يعني المذاق ديالهم كيجي روعه، جربوهم وغتعرفوا ان لذيذه بزاف كيجيو هاد لينيم. غادي نخلط، وغادي نجيبو الورقه ديالنا ونعمروها، من بعد غندهنهم بالزبده وكندخلهم للفران. غنخلط مزيان هاد الحشوه، وغادي نجيبو الورقه. نورمالمون هما كيديروا ديك الورقه ديال الرز هي اللي كيتصاوبوا بها لينيم، ولكن حنا غادي نخدموها اليوم بالورقه ديال البسطيله، لان هي اللي متوفره في السوق خصوصا في هذا شهر رمضان موجوده. فغادي نخدمو بها حتى هي كتجي زوينه، غير الورقه ديال الرز كتكون عاود شكل اخر. الورقه غادي نقسمها على النص بهذه الطريقه، كناخذو النص الورقه بالطول، وغادي نديرو الحشوه ونلويهم هكذا. كنستعن ديما بديك الزبده والزيت،
ناخذ واحد الكميه بحال هكا نزلها كتطوي هاد الطرف هذا، ونجيبو الجنيبات يكونوا متوازيين يكونوا مقادين، ونمشيو معها وانتي كتلوي وانتي كتزيري شويه ماشي بزاف، تجمعي يدك شويه وغنثبتوهم كذلك بالزيت والزبده، وكنحيد ديك الطرف اللي زايد ديال الورقه اللي كيكون يعني كتكون فيه الورقه قاصحه بهذه الطريقه هانتي، ونجمعوا الجنيبات بحال هكا يكونوا متوازيين مقادين، وكتلوي يعني ساهلين بحال هكذا، ولوي وزيري شويه يدك غير في الاول وصافي، كتكملي الدوره حتى نوصلوا لديك الطرف اللي كيجي هكا عوج، نحيدوه باش يجيونا لينيم ديالنا مقادين في الشكل ديالو. وغادي نكملو بنفس الطريقه، هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو زوينين ولذادين، ديك الحشوه ديالهم كتجي بواحد المذاق زوين. فغادي ندير النص بالكروفيت والنص بالكفته، الورقه عندي هنا نص كيلو كافي في هاد الشيء اللي عندي، وغادي نزيدو هنا واحده اخرى من بعد. كتشوفوا الورقه دائما فيها جهه حرشه والجهه اللي رطبه، ديما الجهه اللي حرشه كتكون من الداخل والوجه ديالها من برا. غادي نعمر ونلوي، من بعد غادي نديرهم في الفران، كيمكن لك تقليهم، تسخني الزيت وتقليهم بحال اللي كنديرو في البريوات وفي ديك الشيء. انا غادي ندهنهم بديك الزبده والزيت ونديرهم في واحد اللاطه وندخلهم للفران، من بعد غادي نشارك معكم الشكل ديالهم النهائي اللي كيجيو زوينين في المائده ديال الافطار، ومختلفين على داكشي اللي كنصاوبو دائما. فكنتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها وتردوا عليا الخبر، وغنكمل بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي هنا كامله. كما كتشوفوا ها هي وحيده وحده اخرى كتجي بحال هكا مزيونه في الشكل ديالها ولذيذه في المذاق، وهادو هما الشكل ديالهم النهائي، كيجيو محمرين كيما خدكم دهنتهم بالزبده ودخلتهم الفران، فهما كيجيو يعني طبق صحي 100%. المسائل اللي فيه الحشوه ديالو لذيذه وحمرتهم غير في الفران. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده، ما تنساوش ديروا اشتراك القناه ولايك الفيديو. مع السلامه.